السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس المهتمة بدراسة السبكترا سواء كانوا طلبة في علوم، في هندسة، في زراعة، في صيدلة، أو أي حد مهتم مثلا اشتغل على جهاز اي ار أو شاف شيت ان ام ار أو أي حاجة عايز يفهم الأساس العلمي، أو عايز يعني أنت ما عندكش أي دراية بالسبكتروسكوبي وعايز تتعلمها في عدد قليل من المحاضرات وبطريقة سهلة، فبإذن الله هتكون معايا سلسلة محاضرات كده عاملهم عن الاي ار والان ام ار سواء كان بروتون او كربون او سوليد ستيت ان ام ار كمان، تمام. وهشرح كمان بعد كده الماس سبكترا، ولو الناس يعني اعجبها الموضوع باذن الله هشرح اليو في فيزيبل سبكترا عشان برضو يبقى انت عندك اساس علمي، لان يعتبر حته السبكتروسكوبي واحده من اهم الاساسيات والبيزك نوليدج لاي كيميائي او اي حد عايز يشتغل في مجال الكيمياء، تمام. فيلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم نشوف البدايه. النهارده اول محاضره في الاي ار سبكتروسكوبي، تمام، وعايزين نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. فتعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. أول حاجة بيقول لي إيه المقصود بكلمة سبكتروسكوبي؟ أنا دايماً بسمع يقول لك إن NMR سبكتروسكوبي، IR سبكتروسكوبي، أي ما كانت يعني إيه سبكتروسكوبي أو يعني إيه مطيافية، يعني مثلاً لو قلنا الكلمة بالعربي يقول لك مطياف الأشعة تحت الحمراء، يعني إيه؟ كلمة مطياف جاية من طيف، يبقى جاية من راديشن إنرجي، طاقة ضوئية. تمام. طيب حته السبكتروسكوبي، يبقى كلمه السبكتروسكوبي انا بدرس الانتر اكشن ما بين ماده وما بين طاقه اشعاعيه، يبقى كلمه السبكتروسكوبي هي عباره عن ستدي الانتر اكشن بتوين ماتر اند انرجي او راديانت انرجي او اللي هو تداخل الماده والضوء. طيب تمام. على العموم احنا عارفين ان الطاقه الاشعاعيه او الضوء او الطيف الكهرومغناطيسي بيمتد على نطاق واسع جدا من الأطياف ومن الترددات ومن اختلاف الطاقات. طيب أنا دايما بسمع كلمتين تانيين، بسمع مرة واحد يقول لي سبكتروسكوبي وفي ساعات يقول لي السبكترومتري. طيب هو في سؤال مهم هنا، إيه هو الفرق؟ What is the difference between spectroscopy and spectrometry؟ بيقول لي الفرق بين سبكتروسكوبي وسبكترومتري إن سبكتروسكوبي لازم يكون فيه مصدر لطاقة إشعاعية أو طاقة ضوئية بتصطدم بالمادة وبدرس أنا التأثير، يبقى دايما بيكون عبارة عن سكيل مرسوم عليه أيا ما كانت الحاجة اللي أنت بتقيسها، تمام، مقابل انتنستي بتاعة ضوء أو انتنستي بتاعة راديشن بتاعة إشعاع كهرومغناطيسي. لكن حتة سبكترومتري أنا بقيس قياسات عملية لحاجة موجودة فعليا، زي مثلا يقول لك ما بيقولكش ماس سبكتروسكوبي، بيقول لك ماس سبكترومتري، لأني أنا مثلا لما بقيس أقيس اللي هو مطياف الكتلة فبكسر مركب بطريقة معينة إن شاء الله برضه هنشرحها بإذن الله قدام، تمام. بعد ما بكسر المركب بقيس وبشوف الفراجمنت أو الحتت اللي هي زي ما بيقول عليه الفتات اللي نزل من المركب. أنا مثلا عندي مركب كتلته سي 1000، فأنا كسرته الأجزاء فبيتكسر على مراحل، وأنا بقيس كل جزء بيطلع إيه. القياسات اللي أنا بعملها دي للأوزان الناتجة من تكسير المركب أو الحاجات اللي هي الحطام اللي بيطلع من المركب بعد تكسيره، ده بيتسمى سبكترومتري مش سبكتروسكوبي، لاني انا هنا ما استخدمتش اي راديشن وبالتالي الانتنسيتي ما بتكونش قصاد الراديشن، تمام. طيب تعالوا كده نشوف اهو، بيقول لي ان السبكتروسكوبي هو عباره عن ساينس بيدرس الانتراكشن ما بين الماده والضوء او الطاقه الاشعاعيه زي ما قلنا، انما كلمه سبكترومتري هي طريقه باخد بيها كوانتيتيف ميجرمنت للسبكترم من اي حاجه، تمام. سبكترومتري هي عباره عن براكتيكال ابلكيشن، فالريزلت بتطلع جنريتد لحاجات انا قايسها فعليا مش سوفت وير زي ما انا متعود على طول. سبكترومتري بقيس حاجات موجوده فعليا، دي السبكترومتري. زي ما قلنا دلوقتي ان الطاقه الاشعاعيه بتمتد على طيف كبير جدا من الترددات ومن فروق كبيره في الطاقه، تمام، وكل منطقه في الطيف الالكترومغنيتيك ويف، تمام، بتكون عباره عن منطقه بتردد معين وطول موجي معين، وكمان عبارة عن نوعية معينة أو إيه اللي بتعمله في المادة. فتعالوا كده نبدأ بالراحة، بيقول لي إن الجاما راي فبيكون طولها الموجي من 1 من 10,000 إلى 1 من 100 نانومتر، تمام. طبعا أنا حسب لك الفريكونسي بالويف نمبر بس هتطلع أرقام كبيرة جدا ملاش أي قيمة، هي غالبا الجاما راي بيتعبر عنها بقيمة الطول الموجي بتاعها. طبعا كل ما الطول الموجي قل التردد بيزيد الطاقة بتزيد. فبيقول لي إن الجاما رايز عبارة عن موجات عالية الطاقة جدا، ودي من أعلى الموجات في الطيف الكهرومغناطيسي، ولذلك منطقتها العالية جدا بتكون كافية إنها تحرض أو تحفز تفاعلات جوه الأنوية، بتشتغل على النيوكلير رياكشن، تمام؟ طيب
لو جينا على الاكس راي اللي اقل منها في الطاقه على طول فبتكون من 1 من 100 ل 2 من 10 نانومتر، ودي بتشتغل على الانر الكترون، بتشتغل على الكترونات المستويات الداخليه في الذرات. يبقى هنا نشتغل انحنا في الاول الجاما راي بتشتغل على انويه، بعد كده الطاقه يعني ضعفت شويه فاصبح قدره الاختراق ما بتصلش لحد جوه النواه ولكن بتصل لاول الكترونات بعد النواه او اول مستويات الكترونيه تحت خالص، تمام؟ فبتشتغل على الايونات الداخليه الانر الكترون. بعد كده بنشتغل على الالترا فايلت، والالترا فايلت بتتقسم لثلاث مناطق، وان كان يعني التقسيمه الاساسيه بتتقسم لحاجه هي حاجتين، يا اما الالترا فايلت العاديه يا اما الفاكيوم الترا فايلت، وهي الالترا فايلت اللي هي اقرب لاشعه اكس، ودي ما بتبقاش موجوده في الهواء العادي. يعني انا لو عايز اشتغل بجهاز بيشتغل بالالترا فايلت في الفاكيوم فلازم يعني الفاكيوم الترا فايلت دي بتشتغل، الجهاز بيبقى شغال فيه فراغ تام لاني في المنطقه دي الهواء بيمتص امتصاص قوي بخار الميه والحاجات دي، وده بيكون طولها الموجي او الويف نمبر. احنا بنتكلم على طول الموجي هنا من 2 ل 200 نانومتر، انما الويف نمبر بيكون من 5 مليون لحد 50 الف. طبعا الفاكيوم الترا فايلت بتشتغل على تأيين الجزيئات والذرات، يعني دي ايونايزنج راديشن، طبعا كل اللي فوق دول ايونايزنج راديشن واشعاعات خطيره جدا. لما بنيجي للالترا فايلت اللي هي بنقول عليها النير الترا فايلت او الالترا فايلت العاديه، بتكون من 200 ل 400 نانومتر، ودي تحت الضوء المرئي على طول واقل منه في الطول الموجي واعلى منه في الطاقه مباشره، ودي بتكون من 25 الف الى 50 الف في الويف نمبر سنتيمتر ماينس 1، تمام؟ وبعد كده الفيزبل لايت، المنطقه اللي هي الضيقه جدا من الطيف الكهرومغناطيسي اللي احنا بنقدر نشوفها بعيننا، ودي بتكون من 400 ل 750 نانومتر او من 25 الف ل 13333 في الويف نمبر، ودول بيشتغلوا على الاوتر الكترون ترانزيشن، والمنطقه دي تقريبا معظم القياسات اليو في فيزبل بتشتغل فيها. المنطقه دي بتكون غالبا خصوصا منطقه الفيزبل بتكون مسؤوله عن الوان المواد، تمام؟ كل المواد الملونه اللي انت بتشوفها في حياتك وكل اللي انت شايفه من العالم ظاهر بس في النطاق الضيق ده من 400 ل 700 نانومتر، تمام؟ المنطقه اللي اقل من الطاقه من الضوء المرئي هي منطقه الاشعه تحت الحمراء، والاشعه تحت الحمراء يعني للعلم بتتقسم لثلاث مناطق وليس منطقتين زي ما احنا جايبينهم، تمام؟ بس هنا يعني كدراسه بنهتم ان احنا نقسمهم منطقتين، ولكن هو بتتقسم منطقه نير والميدل وبعد كده المنطقه الفار. طيب نير وفار بالنسبه لمين؟ بيقول لي النير هنا انا بعتمد دايما دايما بعتمد على الضوء المرئي، فالقريب للضوء المرئي بسميها النير، تمام؟ وبعد كده بتبقى المنطقه اللي في النص اللي هي الميدل او تمام، وبعد كده ابعد منطقه اللي هي اقرب للمايكروويف، تمام؟ دي بيسموها الفار اي ار، تمام؟ في منطقه الانفراريد سواء النير او الفار او الميدل بيحصل موليكولار ستريتشنج وبيحصل فايبريشن للجزيئات، وتمام بيحصل عباره عن اهتزازات للذرات والروابط. بعد كده موجات المايكروويف، تمام؟ او المايكروويفز بتشتغل دي من طولها الموجي من 1 ملي لحد 30 سنتي، تمام؟ ودي بيحصل فيها الموليكولار روتيشن، وبيحصل فيها حاجه اسمها الكترون سبين ريزونانس او الكترون بارا ماجنتيك ريزونانس، بيتغير الامواج دي لما بتمتصها الجزيئات بتغير من اتجاه دوران الالكترون، تمام؟ طيب بعد كده في الراديو ويف، والراديو ويف زي ما قلنا بتتقسم شورت وميديوم ولونج، تمام؟ الشورت لانها بتبقى دي قصيره الموجه بتبقى عاليه الطاقه الى حد ما بتكون من 10 ل 50، تمام؟ ده طولها الموجي 50 متر، والميديوم من 190 ل 555، واللونج بتكون من 1000 متر ل 2000 متر وبتكون طاقتها ضعيفه جدا. فبيقول لي الشورت دي بتكون مهمه جدا لان في الشورت وراديو ويف بنشتغل على جهاز ال NMR بيشتغل في الترددات دي، وبعد كده في الميديوم واللونج بتبقى في حاجه اسمها نيوكليار كوادريبول ريزونانس، تمام؟ كده عرفنا كل منطقه في الطيف المرئي، تمام؟ او مش في الطيف المرئي بقى، احنا هنتكلم على الطيف الكهرومغناطيسي ككل وكل حاجه بتحصل في المواد عند كل تردد وعند كل منطقه. احنا مهتمين دلوقتي في الجزء الاولاني بالاشعه تحت الحمراء عشان نهتم بالاهتزازات والانحناءات اللي بتحصل في الجزيئات المختلفه. طيب انت ليه جايب لي الـ IR سبكتروسكوبي؟ ايه الفايده او ايه القيمه اللي انا هتضاف لي، او ايه الفايده الحاجه المهمه اللي ضافها لي الـ IR سبكتروسكوبي او ضافها للعلم؟ فبيقول لي الـ IR سبكتروسكوبي طبعا بيستخدم بشكل كبير جدا وبيديني معلومات مباشره عن وجود انواع معينه من المجموعات الوظيفيه او من الفانكشنال جروب اللي في الجزيء، تمام؟ الـ IR مهم ويميزها ان كل فانكشنال جروب ليها امتصاص واضح وصريح جدا بارقام ثابته، هنعرفها ان شاء الله في المحاضره دي. ان انا مجرد ما بشوف خط عند مثلا امتصاص معين بقول لا المركب ده كربوكسيلي، المركب ده امايد، المركب ده مثلا كحول، او المركب ده استر، المركب ده كيتون الدهايد،
بطريقة مباشرة وسهلة جدا، يكاد كمان يعني الـ IR بتديني معلومات إلى حد ما سهلة، العينة بتتعامل بسرعة وبتكلفة قليلة. كمان الـ IR بتديني معلومات مباشرة شوية عن الـ NMR، يعني بعض الحاجات بتلاقيها مراوغة في الـ NMR شوية، وإن كانت الـ NMR بتدي معلومات بالتفصيل، بس أحيانا في ساعات بتبقى المعلومات اللي بتبقى بتفصيل شديد بيحصل لك اللي هو تأثير زي ما بيقولوا عليه تأثير الإغراق. أنا في ساعات ببقى عايز معلومة واحدة، إن في كربوكسيل ولا ما فيش، في OH ولا لأ. فالـ NMR بيديني كمية كبيرة من الداتا، كمية الداتا دي بتبقى أكبر من قدرتي على إن أنا أحللها كلها مرة واحدة، فبيسبب لي مشاكل. ثانيا تكلفة عمل الـ NMR غالية، تمام، والجهاز غالي ما بيبقاش متوفر في كل مكان. فأنا بالنسبة لي عشان أبقى راضي الكف أنا ممكن أشتغل أقارب مركبين أو أعمل تحليل المركب بتاعي بجهاز إلى حد ما بسيط ومتوفر في معظم المعامل اللي هو جهاز الـ IR. كمان بيقول لي إن الـ IR بيبقى لو العينة بتاعتك نظيفة جدا ففي حاجة اسمها موليكولار فينجر برينت، في منطقة في الـ IR عاملة زي بصمة الصباع للمركب، والموليكولار فينجر برينت دي يستحيل إن يتشابه فيها مركبين مع بعض. فأنا لو عندي مركبين عينتين بيور وليهم عملت لهم IR للمركب ده والمركب الثاني اللي عندي وقارنتهم، الكمبيوتر بيبقى فيه لايبراري بتقارن المركبات ببعض. أنا عندي مكتبة من الشيتات اللي أنا أقيسهم وعندي المركبات اللي أنا بقيسهم، بقارن المركبين ببعض، ولو تطابقت منطقة الفينجر برينت فإحنا بنكون بكل ثقة نقدر نقول إن المركبين دول شبه بعض وهما الاثنين نفس المركب بمنطقة برضو بنفس التحليل اللي هو الـ IR. في حين إن الـ NMR بيتغير، خلي بالك شكل الشيت في الـ NMR، يعني إن شاء الله لما هنشرحه، حسب السولفنت، حسب أكتر من حاجة، حسب حتى الجهاز بيغير شوية، ولكن الـ IR يعني بتبقى بدرجة كويسة جدا إن إحنا نقدر نقارن بها الجزيئات. تعال كده نشوف تقسيمة الـ IR. إحنا بنقسم الـ IR أهو، بتبدأ من الـ Visible Light، يبقى من تحت الضوء المرئي لحد منطقة موجات الأشعة الميكروية أو الميكروويف. طب تمام، بنقسم النير اللي هي أقرب للضوء المرئي، والمنطقة الفار اللي هي أبعد منطقة عن الضوء المرئي من الـ IR. إحنا بنهتم في الـ IR بمنطقة مهمة جدا اللي هي المنطقة الميديوم أو المنطقة اللي في نص الـ IR. المنطقة المتوسطة من الـ IR ليها اسم تاني اسمها الـ NACL IR. طيب لو سمعت أي واحد يقول لك مثلا الـ IR منطقة الـ NACL يبقى بيتكلم عن المنطقة الميديوم، طيب عمرك سألت نفسك هو ليه مسمينها NACL؟ يقول لي إن الـ IR بتمتص أي ربطة أو أي مركب تساهمي أو أي ربطة لها وجود مادي، دي بتمتص في الأشعة تحت الحمراء. فأنا عشان أعمل مضياف لأي حاجة لازم يكون عندي مركبات شفافة. فبيقول لي من حسن الحظ يعني إن المركبات الأيونية الروابط اللي فيها بتكون روابط تجاذب كهربي ليس لها وجود مادي، ده مجرد تجاذب كهربي بين شحنتين أيون موجب وأيون سالب، بيبقوا معمولين في شكل شبكة بلورية، تمام؟ فاللاتس اللي هي معمولة أو الكريستال اللي هي عاملها الملح بتبقى شفافة جدا للأشعة تحت الحمراء. بس بيقول لي طبعا درجة الشفافية بتختلف من ملح للتاني، فبيقول لي من حسن الحظ إن كلوريد الصوديوم لما بصنع منه منشور أو بصنع منه خلايا أو بصنع منه حتى أقراص أقيس عليها الأشعة تحت الحمراء بيكون شفاف بشكل كويس جدا من ويف نمبر 4000 ل 660، ودي المنطقة اللي احنا بنقيس فيها من الأشعة تحت الحمراء، أو بالطول الموجي بتكون من 2.5 مايكرومتر ل 15 مايكرومتر، تمام؟ الويف نمبر اللي هو 4000 ده هو مقلوب الطول الموجي بالسنتي، يعني احول انا المايكرومتر ده لسنتيمتر الاول واعمل 1 على طول الموجي بالسنتيمتر هيديني اللي هو الويف نمبر بالسنتيمتر ماينس 1، تمام؟ ده الريسيبركال بتاعه. يبقى كده احنا فهمنا ليه المنطقه الميديوم مهمه وليه اسمها الـ NACL، لانه قلنا احنا ملح كلوريد الصوديوم او الملح اللي هو الهالايد ده بيكون عبارة عن مادة شفافة لأشعة تحت الحمراء، فبتنفذ من خلاله الأشعة تحت الحمراء زي ما بينفذ الضوء المرئي من الإزاز. طبعا احنا كل منطقة في الطيف المرئي ليها مواد بتنفذ منها ومواد لا، تمام؟ فمثلا اليو في بتبقى شفاف بالنسبة لها الكوارتز، بالنسبة للضوء المرئي بيبقى شفاف الإزاز العادي ومواد كتير، بالنسبة لأشعة تحت الحمراء بيكون أنواع معينة من الأملاح بس على حسب، في أنواع تانية من الأشعة تحت الحمراء بنضطر نستخدم مثلا فيها كلوريد الليثيوم او مثلا كلوريد البوتاسيوم او بروميد البوتاسيوم على حسب انهي منطقه من الطيف انت عايزه، واحنا اهم منطقه بالنسبه لنا هي المنطقه الميديوم، ولان كلوريد الصوديوم رخيص فاحنا بنشتغل بيه. طيب ايه الاساس العلمي لقياس مضياف الاشعه تحت الحمراء؟ ايه الساينتفك بيزس بتاعه عمليه الانفراريد سبكتروسكوبي؟ بيقول لي والله هو الاساس العلمي اساس بسيط، بيقول لي ان كل الذرات في العالم، مش كل الذرات بقى هنتكلم، كل روابط العالم بتبقى شبه الزنبلك، عبارة عن كتلتين ذرتين مرتبطين بينهم وبين بعض بنابض
او حاجه شبه السوسته اللي بتبقى في لعب الاطفال، تمام؟ فبيقول لي انا لو شديت اي سوسته وسبتها فبترجع تاني، لو ضغطتها وسبتها فبترجع لشكل ليها طول معين بتحاول تبقى ثابته عليه. فبيقول لي كل الروابط بتهتز بتردد طبيعي مميز لكل ربطه، يعني بيبقى التردد اللي بتهتز بيه الربطه مميز للربطه دي ومميز لنوعي الذرتين المكونين الربطه، يعني كل ذرتين مكونين ربطه بيهتزوا بتردد بيميز نوع الذرتين دول وبيمثل كمان ويميز قوه الربطه اللي بينهم. فبيقول لي كل ربطه كيميائيه بتهتز بتردد طبيعي مميز ليها، ومن هنا احنا بنديها تردد خارجي. لما بيبقى التردد الخارجي بيساوي تردد الاهتزاز الفعلي، طبعا الاهتزازات من حظنا الكويس انه كلها في منطقه الاشعه تحت الحمراء، فاحنا عشان كده بنختار الاشعه تحت الحمراء. لما بيجي الطيف الاشعه تحت الحمراء الاي ار سبيكترا او الاي ار انرجي، تمام، اللي هو الفوتون بتاع الاشعه تحت الحمراء، بيصطدم بالماده او بيصطدم بالربطه دي بيبقى ليه نفس التردد، فبيحصل ان هو بيزود مش التردد. مهمه قوي الحته دي، ناس كتير يعني حتى والله يعني طلبه بيكونوا متخرجين وفاهم ان الاي ار عباره ان انا لما بيجي لي موجه اي ار تسقط على الماده بتزود تردد الاهتزازات، اللي ما بيزيدش تردد الاهتزازات بيزيد الامبليتيود، بيزيد السعه الاهتزازيه. السعه الاهتزازيه او سعه الاهتزاز دي هي اقصى ازاحه بتعملها الربطه بعيدا عن موضع سكونها، فبالتالي لما بتمتص طاقه بتتشد الربطه اكتر وبتقصر اكتر، لان هي الربطه بتهتز بتقصر وبتطول، تمام؟ فلما بتمتص طاقه اشعاعيه في الاشعه تحت الحمراء بيزود بس سعه الاهتزاز وليس التردد. التردد ده حاجه مميزه لكل ربطه، يبقى بتغير الامبليتيود ولكن مش الفريكوانسي. طيب هل انا ممكن لو عندي مركب احسب عدد الفايبريشنال مودز، يعني عدد الاهتزازات اللي ممكن يعملها الجزيء، مش عدد الاهتزازات هيمتص في انهي منطقه وانهي منطقه بالظبط، وعدد الخطوط اللي انا متوقع لو انا صورته الاشعه تحت الحمراء هيمتص في كام منطقه؟ بيقول لي اه والله في معادله يعني الى حد ما سهله، بيقول لي ان عدد الخطوط اللي انا متوقع انها تظهر من امتصاص مركبي بتساوي 3n ناقص 5 لو كان الجزيء لينير، او 3n ناقص 6 لو كان الجزيء نون لينير. طيب هنا في حاجه مهمه، ايه ال n؟ اول حاجه ال n سمول ده عدد الخطوط اللي انت عايز تحسبها، عدد الخطوط اللي عايز تظهر لك في شيت الاي ار، وبالنسبه لل n كابيتال ده عدد ذرات الجزيء اللي عندك، تمام؟ يبقى انا مثلا جزيء زي ثاني اكسيد الكربون ادي فيه 3 ذرات، 3 ذرات والمركب خطي، يبقى هستخدم المعادله دي، 3 في 3 ب 9 ناقص 5 يبقى هيظهر لي 4 خطوط في الاي ار، او 4 انواع من الاهتزازات هتظهر لي في منطقه الاشعه تحت الحمراء. طيب بيقول لي خد بالك مش كل الاهتزازات اللي انت حسبتها بالقانون النظري ده هتظهر، لان طبعا بعض الاهتزازات ما بتبقاش ايه، اسمع بقى، كل اهتزازه بتغير في تطبيق الربطه او الدايبول مومنت. ما تنساش ان الرابطه دي بتبقى روابط ديبولر، الا لو كانت الجزيء مثلا زي النيتروجين N2 او الاكسجين O2، فدول بيبقى هنا الرابطه دي نون بولر، والروابط اللي من النوع ده ما بتمتصش في الاشعه تحت الحمراء. يعني انا لو جاي اعمل اي ار سبيكترا لمركب، لو الرابطه المجموعات اللي حوالين الرابطه من هنا ومن هنا سيمتريك، يعني مثلا نفس الذره زي N2 او O2، فبالتالي الاي ار مش هيمتص، لان الاي ار بيظهر امتصاص فقط لو الاهتزازه دي ولدت تغير في الدايبول مومنت، يعني لو الفايبريشن اللي حصل عمل تشينج في الدايبول مومنت بتاع الرابطه، غير كده المركب او الرابطه دي هتكون اي ار انكتيف. يبقى انا بالنسبه لي عشان اقيس طيف اشعه تحت حمراء غالبا بستهدف الروابط عاليه القطبيه، والروابط اللي هي بيكون فيها لما بيحصل فايبريشن تغير في الدايبول مومنت، فبالتالي جزيء ثاني اكسيد الكربون جزيء سيمتريك. بعض الاهتزازات بتكون تظهر في الاشعه تحت الحمراء لانها بتغير في الدايبول مومنت بتاعه، وبعض الفايبريشن اللي بيعملها الكربون دايوكسيد بتكون اي ار انكتيف لان هي ما بتغيرش في البولاريتي بتاعه الجزيء، تمام؟ اديك مثال، مثلا مركب زي الاسيتيلين ما بيظهرلوش طيف اشعه تحت حمراء بشكل قوي، خصوصا للتريبل بوند، لان التريبل بوند هي من هنا ومن هنا سيمتريك، تمام؟ جزيء زي الفيوماريك اسيد برضو مش هيظهر له طيف اشعه تحت حمراء للدبل بوند، كل ده بسبب ان هو الدبل بوند لما تبقى سيمتريك من الجنبين ما بيظهرلوش طيف اشعه تحت الحمراء. طيف الاشعه تحت الحمراء بيعتمد اساسا على ان الاهتزازه او الفايبريشن اللي هتحصل هتغير في البولاريتي بتاعه البوند، ومن هنا ده اللي بيخليني ادخل للمرحله اللي بعدها. انا من بدري في الاول هنا حسبت عدد الفايبريشنز، عدد الخطوط. طيب هل انا بعد ما حسبت عدد الخطوط ممكن اعرف احسب مكان كل خط بالظبط؟ بيقول لي والله في طريقه عاملها عالم، العالم ده يعني اشتغل كل شغله على
فكرة الـ energy stored in spent، بيتكلم على الطاقة المختزلة في النوابض أو في اللي هي الحاجات اللي شبه الزمالك أو شبه السوستة، تمام؟ فبيتكلم، فقالوا بما أن الروابط بتتعامل نفس المعاملة فإحنا ممكن نطوع قانون هوكس، هوكس لو ده، تمام؟ الهوك عمل القانون بتاعه للنوابض، بس إحنا ممكن نطوع القانون ده إن هو يقيس في الذرات. فبيقول لي والله الويف نمبر اللي بيحصل عنده الامتصاص بالظبط بيكون عبارة عن كام؟ طبعا احنا قلنا الويف نمبر او الرقم اللي هو النيو بار ده بيكون من 4000 ل 660. فبيقول لي والله هو هيبقى معتمد على حاجتين، على قوة الرابطة وعلى وزن الذرات المرتبطة. فبيقول لي بص، قوة الرابطة ازاي؟ كل ما الرابطة كانت قوية فبتحتاج طاقة اعلى عشان تهتز. طيب كل ما كانت الذرات تقيلة بيكون سرعة اهتزازها مش عالية، وبالتالي التردد اللي بتمتص عنده مش عالي فبتحتاج طاقة اقل. يبقى انا الذرات اللي عايزة طاقة عالية هي مين؟ يا إما الذرات المرتبطة بروابط ثنائية أو ثلاثية، يا إما الذرات اللي تكون ماسكة مع بعض تكون ذرات خفيفة جدا، زي مثلا كربون في هيدروجين، كربون ماسك في أكسجين، كربون ماسك مثلا في هيدروجين، أو أكسجين ماسك في هيدروجين، أو نيتروجين ماسك في هيدروجين. إذا لو أي رابطة مع الهيدروجين بتحتاج طاقة عالية، أو لو مثلا سي تريبل بوند إن أو سي تريبل بوند سي، فكل دول بيكونوا روابط يعني طاقتهم عالية فبتحتاج ترددات عالية. طيب يبقى قانون هوك بيقول لي ان انا بقسم 1 على 2 باي في سي، تمام، اللي هو سي هنا سرعه الضوء، في الجذر التربيعي لكي، وده عباره عن مقدار ثابت بيعبر عن قوه الرابطه سواء كانت رابطه احاديه او ثنائيه او ثلاثيه بيتغير، في الان ايه هنا بالنسبه لنا اللي هو مش الصوديوم، الان ايه هنا اللي هو عدد افوجادرو، تمام، وهنا في حاجه اسمها الريديوست ماس اللي هو الميو، تمام. يبقى الميو هو عباره عن حاصل ضرب كتلتي الذرات، ما انت هنا في ذرتين ما بينهم رابطه، ما فيش رابطه في الهواء، الرابطه بيبقى ما بين ذرتين، تمام. فبيقول لي ان بضرب كتلتين الذرتين دول في بعض على مجموعهم، يبقى حاصل ضربهم على مجموعهم هيديني الميو، والكي ده اسمه الفورس كونستانت، وده بيكون معطى وبيكون ارقام شبه ثابته للروابط الاحاديه، ورقم شبه ثابت للرابطه الثنائيه، ورقم برضو شبه ثابت للرابطه الثلاثيه. وهنا كمان السي اللي هي سرعة الضوء، لأننا في الآخر بقيس نسبة لسرعة الضوء، ده تردد في الطول، تردد في ضوء مرئي، تردد قصدي في طيف كهرومغناطيسي، في النهاية بيكون من الطبيعي جدا أنه ينسب لسرعة الضوء، فده سبب دخول الثابت ده. بيقول لي بس أنت لو عوضت بقانون هوك ده بالأرقام دي كلها مش هتطلع نتائج منطقية، تعال كده أقول لك على شوية خدع بتستخدمهم عشان لو جالك في الامتحان يقول لك مثلا استخدم قانون هوك عشان تتوقع المنطقة اللي هيحصل فيها vibration لأي حاجة. فبيقول لي والله خد بالك وانت بتيجي تعوض في هوكس لو لازم تحط الكوركت فاليو والأرقام الصحيحة عشان تطلع نتائج صحيحة. أول حاجة سرعة الضوء، أنا بحسب الويف نمبر بالسنتيمتر ماينس 1، فبالتالي لازم أجيب سرعة الضوء بالسنتيمتر. سرعة الضوء كلنا حافظينها 3 في 10 أس 8، ده بالمتر لكل ثانية، ولكن انا بالسنتيمتر فالضوء بيمشي 3 في 10 اس 10 سنتيمتر لكل ثانيه، يبقى كده سي هعول عنها ب 3 في 10 اس 10. الحاجه الثانيه قيمه الفورس كونستانت، قيمه مين الفورس كونستانت او ثابت القوه، بيقول لي والله هو عباره عن 500000 داين او 5 في 10 اس 5 داين لكل سنتيمتر، ده للسنجل بوند عموما، او بضرب الرقم ده في 2 عشان يديني للدبل بوند، او اضرب الرقم ده في 3 عشان يديني قيمة الفورس كونستانت أو قيمة الكي بالنسبة للروابط الثلاثية، تمام؟ يبقى كده أنا عندي 5 في 10 أس 5 ده للسنجل بوند، و2 في 5 في 10 أس 5 للدبل بوند، أو أضرب الرقم ده 3 في 10 3 في 5 أس 5 للتريبل بوند، تمام؟ طيب الام 1 والام 2 دول إيه يا باشا؟ الام 1 والام 2 دول كتل الذرات المرتبطة على الجنبين بتوع مين؟ بتوع الرابطة. طيب انا هعوض بكتل الذرات ازاي؟ انا لو جيت احسب كتله الذره، كتله ذره الذره الواحده لو جيت احسب كتلتها بالجرام هتبقى صغيره جدا، وهتبقى الارقام صعب عليك انك تتعامل فيها، تكبر لك المساله. فانا بقول لك عوض بالاعداد الكتليه، تمام، لان انت لما بتيجي تحسب وزن اي ذره بتقسم العدد الكتلي على عدد افوجادرو عشان اجيب وزن الذره الواحده بالجرام. فانا من الاخر اختصرت لك الكلام ده كله، هتعوض بس انت بالعدد الكتلي مباشره عشان تجيب الميو، وهنا بما انك انت هتقسم على عدد افوجادرو تحت فمقام المقام هيطلع في البسط، فهنخلي عدد افوجادرو مضروب فوق وخلاص كده، يعني انت ما تشغلش نفسك، انت هتعوض في الصيغه دي كلها. ادي هنا سرعه الضوء هتبقى 3 في 10 اس 10، وهنا هتبقى 500 في 10
تمام، اللي هو 500,000 أو مليون أو مليون ونص على حسب الربطة، أحادية أو ثنائية أو ثلاثية، يعني 5 × 10^5 في مضاعفتها. كمان هنا عدد أفوجادرو، وكمان هنا الميو اللي هي الريديوست ماس أو الاختزال في الكتلة، وده بيكون حاصل ضرب الكتلتين على مجموعهم. تمام كده أنا هعرف أحسب الرقم. فجايبين مسألة هنا بيقول لي باستخدام قانون هوك احسب الويف نمبر اللي عنده بتتوقع إن السي اتش بوند هتظهر امتصاص في الأشعة تحت الحمراء. يبقى السي اتش بوند ربطة هتمتص في الأشعة تحت الحمراء، ودي أهم ما يميز المركبات العضوية إن كل فيها ربطة ما بين الكربون هيدروجين. فتعالى كده نشوف إيه المنطقة اللي أنا متوقع فيها. هنكتب القانون بتاعنا ونبدأ نعوض. أدي 1/2 × 3/10^10 اللي هي السي، على 5/10^5 ده قيمة الكي، وادي عندك كمان هنا عدد أفوجادرو اللي هو 6.23 × 10^23 على الكربون، كربون اللي هو عدده الكتلي 12 في 1 اللي هو وزن الهيدروجين، يبقى 12 في 1 على 12 + 1 اللي هو 13. تمام، طبعا كتلة الكربون، وادي كمان الفورس كونستانت 5/10^5 اللي هو داين، اللي هو 500,000 داين لكل سنتيمتر، ده للسنجل بوند عشان الرابطة دي أحادية. بحسب حسبتي دي كلها وبيطلع لي الرقم عبارة عن 3029. الرقم طلع معايا كام؟ 3029. بيقول لي خلي بالك الصيغة دي على الرغم من ان فيها تعديلات كتير وبتبان ان هي مش منطقية بالنسبة لك، الرقم ده طلع بشكل رهيب قريب جدا من الرقم الفعلي اللي بنتص عنده ربطة الكربون هيدروجين بوند. فبيقول لي ان الفاليو ده very close للإكسبرمنتال فاليو، بيبقى الكربون هيدروجين بوند حوالين 3000، اقل منه ب10 أو 20 وحدة، واعلى منه بحدود برضك لحد 100. يعني من الاخر 3000 ده هو المركز، اقل ب 100 او اعلى ب 100، يعني من 2900 لحد 3100 ده معظم الكربون هيدروجين بوند اللي بتمتص عندها. فالقانون كويس جدا في الحسابات ونقدر نتوقع بيها. يبقى كده خدت طريقه احسب بيها عدد اللاين، ولقيت طريقه كمان تانية احسب بيها مكان كل خط ومكان كل امتصاص اتوقع فيه. طيب يبقى كده انا ايه الملاحظات اللي لقيتها على قانون هوك؟ بيقول لي والله قانون هوك بيقول لي حاجه كويسه جدا، بيقول لي ان الروابط القويه قيمه الكي بتاعتها بتعلى. تمام، فكل ما كانت الرابطه اقوى بتحتاج طاقه اعلى، فبتحتاج تردد اعلى او ويف نمبر اعلى. الروابط الاقل او الاقل في الطاقه او الروابط الضعيفه بتحتاج ترددات اقل. تمام، الروابط الخفيفه بتهتز بسرعه عاليه فبتحتاج ترددات عاليه. الروابط او الذرات الثقيله بتهتز بسرعه يعني قليله، فبيكون التردد بتاعها اللي تمتص عنده قليل. بيقول لي خلي بالك هنا عندي 2 فاكتور في قانون هوك، كل ثوابت ما عدا 2 فاكتور. قيمه الكي، الكي انا وديتها لك كرقم ثابت، بس رقم ثابت تقريبي بتزيد او بتعلى على حسب نوع ايه الاتومز المرتبطه المكونه للبوند. الحاجه الثانيه ان انا عندي قيمه الميو، قيمه الميو عندي هنا فيها حاجه مهمه، قيمه الميو بتعتمد على كتل الذرات المرتبطه. يبقى اذا انا الاثنين فاريبل اللي عندي هم الكي والميو. بيقول لي والله خلي بالك من الصعب جدا ان انا وانا قاعد كده على مكتبي اقعد اتوقع لك بالظبط، يعني ما تجيش تقول لي مثلا انت وانت بتحسب فرقت معاك 100 وحده 100 ويف نمبر مثلا بدل 3000، لا ده هي طالعه عند 3100. اقول لك والله ده افضل قانون موجود. تمام، ولكن في اكتر من فاريبل، في الجزيء بيبقى مش محكوم عليهم، بيحتاج قياسات عمليه. تمام، طيب ايه انواع الاهتزازات اللي انا متاح ان الجزيء يعملها؟ بيقول لي والله الاهتزازات في الجزيء انواع كتير. اول نوع بيقولوا عليه الاستريتشنج، الاستريتشنج يعني الاستطاله، او باين يعني حاجه بتسترتش، حاجه بتتمط. تمام، فالحاجه الاولانيه اما الرابطتين يكون الاسترتش واحده بتطول والتانيه بتطول معاها في نفس الوقت فبشدهم على طول الرابطه كده وكده. تمام، او في اللي هو ده بيقولوا عليه سيمتريك استريتشنج، او في النوع الثاني الغير متماثل اللي هو الاسيمتريك استريتشنج، ان واحده بتقصر وواحده بتطول، او دي بتقصر ودي بتطول، فبيبقوا واحده جايه وواحده رايحه. تمام، لكن دول بيطولوا مع بعض وبيقصروا مع بعض. ده بالنسبه للاسترتشنج. بيقول لي لو كانت الطاقه مش كافيه انها تعمل استريتشنج للبوند فممكن البوند تتنى، يعني على نفس الطول هنا غيرت في طول البوند، انما هنا لا، هتني البوند هعمل لها بيندنج، عزم لي. تمام، الالتواء او اللي حصل في البوند ده بيسموه بيندنج. تمام، بعمل انحناء للبوند. بيقول لي والله طيب لو عندي ربطتين جنب بعض ايه احتماليات الانحناء الممكنه؟ بيقول لي اول حاجه ممكن احني الربطتين في نفس الاتجاه دي ودي، فبيقولوا ده روكينج، عامل شبه اللي بيرقص، رافع ايديه الاثنين وبيميل بجنب، يعني انت لو رفعت ايديك الاثنين فوق وميلت
بوسطك كده يمين وميلت بوسطك شمال، فبتلاقي ايديك بيروحوا مع بعض يمين وشمال، يروحوا يمين ويرجعوا مع بعض، يبقى ده اسمه روكينج. يبقى الربطتين بيميلوا مع بعض ويرجعوا هما الاثنين مع بعض، فده اسمه روكينج، شبه الرأس. الحاجة الثانية السيزرينج. السيزرينج هنا بيتحركوا حركة شبه المقصات، يا بيقربوا على بعض الاثنين يا بيبعدوا عن بعض هما الاثنين، يبقى ده حركة شبه المقص. ده كله في نفس مستوى الروابط. طيب لو انت في انحناءات تانية، بيقول لي في انحناءات out of plane OOB، يعني انت لو شفت OOB bending يبقى ده عبارة عن انحناء out of plane bending. طيب الانحناء الخارج عن البلين بتاع الروابط ال OOB ده بيكون حاجتين، يا اما ويجينج او فيجينج، ده اللي هو بيبقى عبارة عن ايه؟ عن حركة بالضبط شبه حركة الركوع، شبه حركة الركوع في الصلاة، بس الاثنين مع بعض بينزلوا قدام او يرجعوا ورا بحركة تشبه الركوع ويرجعوا. طب ده بيبقى بره بلين الصفحة اللي انت شغال فيها. او ممكن يكون تويستنج. تويستنج اللي هو التواء. طيب التويستنج ده بيبقى ازاي؟ واحدة تيجي كأنها في حركة ركوع لقدام والتانية ترجع ورا، او اللي كانت جات قدام الاول بترجع ورا ودي بتيجي قدام، فبيبقى تويستد. تمام، بيبقى هما الاثنين تويستد، واحدة قدام وواحدة بترجع ورا. فدول انواع الحركات. بيقول لي طبعا الاستريتشنج بيحتاج طاقة اعلى عن البندنج، فلذلك هتلاقي الاستريتشنج بيحتاج ترددات عالية لكن البندنج بيحتاج ترددات اقل. طيب تعالى كده، بما انك قعدت تقول استريتشنج وبندنج والقصص دي كلها، بيقول لي والله معظم الاستريتشنج او معظم عمليات اللي هو امتداد او استطالة الروابط بتكون في منطقة بنقول عليها الفانكشنال جروب ريجن، المنطقة اللي فيها عدد قليل من الخطوط. سهل جدا بالنسبة لك انت حتى لو ما انتش خبير قوي في الاي ار تقدر تفسرها. تمام، غير مميزة للمركب الواحد، كمان بيكون هناك يعني تشابه كتير جدا في الخطوط، يعني انت لو اكتر من مركب وليهم نفس الفانكشنال جروب هيتشابهوا في الحتة دي بدرجة كبيرة. تمام، لكن هنا منطقة الفينجر برينت بيكون فيها عدد كبير جدا من الخطوط، يعني صعب التفسير كلها، ولكن بعضها بيكون مميز شوية للمركب. اما الخطوط دي في منطقة الفينجر برينت ككل بيقدر الكمبيوتر يقارنها هي كلها كجزء واحد، يقارن ويتأكد 100% ان هي المركب، لان مفيش مركبين يتشابهوا في الحتة دي، والمنطقة دي اللي بيحصل فيها البندنج، والحتة دي اللي بيحصل فيها الاستريتشنج. تحتاج طاقة عالية بتكون من 4000 ل 1600، والمنطقة من 1600 ل 660 دي تحتاج طاقة اقل. ولذلك انت لما بتيجي تبص على شيت الاي ار بتكون دايما فاميليار قوي، ويعني سهل عليك تفسر منطقة الفانكشنال جروب، ولكن بيكون بدرجة عالية من الصعوبة. اللهم الا يعني لو بقيت راجل خبير وفاهم بتدور على ايه، وبتدور بناء على حاجات في الفانكشنال جروب فبتاكد بيها بحاجات في منطقة الفينجر برينت. غير كده هيكون صعب عليك كمبتدئ في الاول انك انت تفسر شيت الاي ار في منطقة الفينجر برينت. هتقدر في الاول باذن الله تفسر الفانكشنال جروب، بعد كده هنبدا كل مره ناخد فانكشنال جروب ونقول لك ايه اللي قصادها بالظبط في الفينجر برينت، فانت بتبص على الفانكشنال جروب وتاكد بيها بالفينجر برينت باذن الله. طيب بيقول لي طب ما الدنيا حلوة، بما اني انا هفسر منطقة اللي هو الفانكشنال جروب بس وعدد الخطوط فيها قليلة، فليه الاي ار كل ما ابص فيه بلاقي الدنيا ضلمت معايا؟ ما انت كده بتسهل لي الدنيا، ولكن اللي بلاقيه عملي غير الفعلي ده. بقول لك والله انا مديك او قايل لك دلوقتي في الاي ار اساسيات الاي ار، وعامل حسابي ان الاهتزازات على انواع معينة من الاهتزازات، ولكن في حاجات تانية بتحصل في الاي ار خارجة عن ارادتي، زي حاجات بيقول عليها الاوفر تون باند او الكومباينيشنال باند او الديفرنس باند. بيقول لي خلي بالك المركب ما بيبقاش بربطه واحده، المركب دي بيبقى فيه عدد كبير من الروابط. تمام، ثانيا كمان الربطه زي ما في مستويات طاقه الكترونيه في مستويات طاقه اهتزازيه. تمام، ايه مستويات طاقه اهتزازيه؟ ايوه في مستويات طاقه اهتزازيه فايبريشنال انرجي ليفل. الفايبريشنال انرجي ليفل دي اللي بيحصل فيها انت بتبقى عامل حسابك انه بينزل او الجزيء بيطلع من الجراوند ستيت لاول فايبريشنال ليفل، ده الاساسي، ولكن احيانا بيطلع للثاني والثالث واعلى. تمام، فده بيعمل حاجه اسمها اوفر تون باند، صحيح بتبقى ضعيفه ولكن في ساعات بتبهدلك وانت بتفسر الشيت لو انت ما خدتش بالك او ما شفتش اوفر تون باند قبل كده. الحاجه الثانيه الكومباينيشنال او الكومباينيشنال او الكومبيناتوريال، او يعني دي عباره عن مجموع اثنين باند او حركتين اهتزازيتين اتجمعوا عند نفس التردد فامتصوا، فبتشوف انت الامتصاص بتاعهم عند مجموع الترددين بتوعهم، ده برضو بيلخبطك، بتشوف باند في حتة وانت اصلا الجزيء ما عندكش اي حاجة تمتص في الحتة دي، فايه ده؟ بتشوف ان دي عبارة عن كومباينيشن من اتنين امتصاص او خطين مع بعض عملوا كومباينيشن.
في الديفرنس باند بيكون عبارة عن تداخل ما بين اثنين باند، واللي بيظهر عندك هو الخط الديفرنس ما بينهم. تمام، ما تنساش ان وارد يحصل إثارة لأتوم او ربطة هي اصلا وصلت فايبريشنال ليفل عالي، يعني هي طلعت اصلا من الجراوند ستيت للاكسايتد ستيت، وممكن يحصل لها اكسايتيشن تاني، عاملة زي فكرة ايه اللي هو السنجل ستيت والتريبل ستيت في فكرة الالكترون. تمام، فدي بس يعني اللي انا عايز اقوله لك، ان هي حتة ان الشيت ما بيبقاش بالبساطة اللي انت متخيلها. طيب بيقول لي والله قوة البند، طيب انت كلمتني كده على عدد الخطوط، ايوه اتكلمنا مكان الخطوط. تمام، كمان حاجة انت بتقول لي باند ما بتقوليش بيك، ايوه لان هي بتبقى حزمة، بتبقى حزمة ليه؟ لان هو بيقول لي كل vibrational level بيبقى فيه من جواه اكتر من rotational level، يعني كل مستوى اهتزاز بيبقى فيه اكتر من احتمالية لاستدارة او دورانات بالجزيء، فده بيؤدي ان بتظهر على شكل باند وليست lines، ما بتظهرش على شكل خطوط لكن بتظهر على شكل حزم امتصاص. تمام، طيب وضيف الأشعة تحت الحمراء ده امتصاص ولا يعني هو absorption ولا emission، طيف امتصاص ولا طيف انبعاث؟ هو طيف امتصاص، انا بديلها او بدي للمركب من بره طيف او ليزر او اشعة تحت حمراء من بره، وبصور من الجنب الثاني بعد ما يمر المادة واشوف ايه اللي اختفى، وبشوف انا بقدر بالكمبيوتر مقدار الامتصاص اللي عندي. تمام، فبيقول لي خلي بالك كل ما كان التغير في الدايبول مومنت قوي فبيكون ان الامتصاص بيكون اقوى. يبقى هو لو انت دخلت حطيت المركب في الاي ار، مين البند اللي هتدي امتصاص اقوى؟ البند اللي هتدي امتصاص اقوى اللي هي لما بتمتص الاي ار بتدي لها تغير قوي جدا في الدايبول مومنت، ولذلك الرده القطبيه هي اصلا مستقطبه، فاي تغير فيها بيديني تغير قوي في الدايبول مومنت ولذلك تمتص قوي، في حين ان الرده مثلا اللي بتبقى متماثله من الجنبين بيكون التغير يا اما ضعيف او غير ما يعني ما فيش اي تغير نهائي، فبتبقى اي ار ان اكتف او بيكون الامتصاص بتاعها ضعيف. تمام، يبقى لو لقيت البي قويه اعرف ان دي بتمثل رابطه قطبيه قويه زي السي دبل بوند او او الاس دبل بوند او، لو في عندك مركب مثلا سلفوكسايد او سلفونامايد. تمام، الان دبل بوند او في مركبات النيترو بتبقى واضحه جدا، ده كله بيبقى الرابطه بتاعتها امتصاصها قوي، زي حاجه زي الاو اتش او الان اتش بيكون ليها امتصاص قوي. لكن لو انا مثلا عندي سي دبل بوند سي او عندي سي تريبل بوند سي فبيكون الامتصاص الى حد ما ضعيف بس واضح برضه. فبيقول لي تغير، يبقى هنا بيكون عندي الكربونيل هي من اقوى الروابط اللي بتمتص بالاشعه تحت الحمراء، وعشان كده نظرا لامتصاصها القوي وقوتها العاليه في الامتصاص فبستخدم منطقه او بستخدم الكربونيل جروب كريفرنس، نقطه مرجعيه بالنسبه لي بفسر على اساسها شيت الاي ار. يبقى أنا بالنسبة لي أول ما هبص في شيت الـ IR هقسمه خطين من 4000 لـ 1600، دي المنطقة بتاعتي، ومن تحت الـ 1600 لـ 660 هسيبها دلوقتي لأن دي الفينجر برينت ودي صعبة فسرها. بعد كده هاجي باصص على خط تاني وده مهم، أول حاجة بتلمحها عيني في شيت الـ IR المنطقة اللي بتمتص فيها الكربونيل، لأن بتبقى خط واضح جدا جدا جدا، يعني أي حد أول مرة ما بيشوف شيت الـ IR بيسيب الدنيا كلها بيحط إيده ويقول لي إيه ده؟ إيه المنطقة الغريبة دي؟ فده هو منطقه امتصاص الكربونيل. طيب مجموعه الكربونيل او سي دبل بوند او دي موجوده في اكتر من نوع من المركبات، فبيقول لي مثلا لو عندي كربوكسيليك اسيد كلورايد، يعني انا لو عندي اسيد كلورايد فبتكون الكربونيل بتمتص فين بالظبط؟ بتمتص عند ال 1800. طيب لو المنطقه لو كانت استر فهتمتص عند 1735، ولو كان الدهايد هتمتص عند 1725، ولو كانت هنا لو كانت دي كيتون هتبقى عند 1715، ولو كانت أسيد عادي كربوكسيليك أسيد عادي هتمتص عند 1710، ولو كانت جزء من أمايد تمام فهيكون عندك إيه؟ هتكون الامتصاص عند 1690. الأرقام دي طبعا مش قرآن، يعني بتتغير المركب بيتغير من مركب للتاني، وبالتالي هيبقى فيه تغيرات طفيفة ولكن في حدود المعقول، ولكن احنا عارفين إن أعلى حاجة الأسيد كلورايد وأقل حاجة الأمايد. تمام، الحاجة التانية في سؤال بيطرح نفسه، ايه الفرق بين الكربونيل بتاعت الكيتون والألدهايد؟ ما دي برضو كربونيل ودي كربونيل. بقول لك والله هو الكيتون على الجنبين بتوع الكربونيل اتنين الكترون دونيتنج جروب، مجموعات الكايل، فبتدي له الكترونات فبتخلي البوند دي تبقى البولاريتي بتاعت الكربونيل بوند بتبقى اتجاهها من الكربون للاكسجين، فدايما الكربونيل بتبقى اثناء الريزونانس بتقضي فتره فيها سنجل بوند كاركتر. طيب انا لو اديتها وفره من الالكترونات فالرابطه دي بتطول شويه وبالتالي قوتها بتضعف، ومعنى ان الرابطه قوتها تضعف انها تمتص عند عدد
او عدد موجي او ويف نمبر اقل، وده سر ان الكيتون ما بتقدرش تمتص عند 1715، في حين ان الالدهايد بتمتص عند طيف اعلى شويه، لان الهيدروجين ما بتقدرش تدي الكترون زي ما بتدي الالكايل. حاجه تانية بيقول لي لو انت عندك اسيد انهيدرايد، تمام، الانهيدرايد زي الاسيتيك انهيدرايد بيبقى فيه 2 كربونيل جروب، فدول الاثنين كربونيل جروب بيظهر لهم امتصاص مميز جدا جدا، وبرده ما تقدرش تخطأ فيه خالص، بيبقى له رقمين عند ال 1810 وعند ال 1760. بالعربي بتلاقي خط ال 1800 وحوالين منهن بيك وعلى يمين وعلى شمال، يبقى انا عندي ال 1800 على اليمين وعلى الشمال في خطين امتصاص قويين جدا شبه الكربونيل. اعرف المركب ده فيه 2 كربونيل جروب، وده بيأكد لي ان هو اسيد انهيدرايد. طيب احنا على الاساس ده هنقسم المركبات لتو كلاسز. الكلاس الاولانيه او اللي هي ايه، ان هي مركبات تحتوي على كربونيل، مركب اللي هو كونتين كربونيل او لا يحتوي على كربونيل. طيب تعالى كده نرجع بسرعه بقى نفهم القصه من اللي احنا قسمنا المركبات. بيقول لي الروابط الضعيفه اللي هي الروابط الوحديه بتكون في اقل منطقه في طيف قليل عند 600 والحتت دي وعند 1000. الروابط الثنائيه بتمتص عند طيف اعلى، والروابط الثلاثيه بتمتص المفروض عند اعلى طيف في حدود 2000 ل 2500. امال ايه الحاجات اللي عند ال 3000 لعند ال 4000؟ بيقول لي دي المناطق هي روابط وحديه المفروض تبقى ضعيفه ففي الاول، ولكن اللي اختلف هنا ان ماسكين كلهم في الهيدروجين. الهيدروجين لانه ذره خفيفه جدا فده بيسمح له بحركه سريعه جدا، وده اللي بيخلي تردد الاهتزاز بتاع البوند دي والفايبريشن بتاعها بيتم عند ويف نمبر عالي جدا. يبقى هو المفروض سنجل دبل تريبل بوند، ولكن طبعا اي سنجل بوند مع الهيدروجين بتكون في منطقه عاليه. طيب تعالى كده ندي لك يعني بيزك نوليدج، معرفه كده اساسيه ازاي لما تبص على شيت الاي ار تفسره. اول حاجه بيقول لي عندك عند ال 3600 بتظهر بيك للاو اتش، وعند ال 3400 بيبقى لو عندك ان اتش بتظهر لها بيك. طيب بيقول لي عند ال 3000 زي ما حسبناها من بدري، عند ال 3029 كان بتظهر لي البيك بتاعه السي اتش لما حسبناها بالهوكس لو. طيب ما تفهمني كده، طب ما السي اتش 200 نوع، وفي اصلا جوه المركب العضوي عدد كبير جدا من السي اتش. فبيقول لي لا بص بقى، لو السي اتش الكربون اللي عندي دي اس بي يعني هي اسيتيلينك، فبيكون الامتصاص عند 3300، عشان طبعا هنا الالكترونيجاتيفيتي بتاعه الكربون الاس بي بتكون عاليه فتمتص عند تردد عالي، تبقى دي الرابطه دي قويه فتمتص عند 3300. لو كانت هي اس بي 2 فبتمتص عند 3100، اما لو كانت اس بي 3 اللي هي بيكون الكان فبيكون الامتصاص 2900 وتحت. طيب لو كانت الاتش دي بتاعه الدهايد، يعني انت عندك الالدهايد فيه الكربونيل، فانت لما تبص في الالدهايد بتشوف البيكه بتاعت الكربونيل عند كام؟ عند 1725. طيب ايه اللي ياكد لي مره ثانيه ان هي الدهايد؟ ان بلاقي خطين واضحين الاتش بتاعت الالدهايد بيكون عند ال 2850 وعند ال 2750، دي من اقل الحاجات اللي بنمتص فيها السي اتش. تمام؟ كمان بيقول لي ان السي اتش 2 والسي اتش 3 طبعا ده كله فايبريشن، بس ده عباره عن ستريتشنج. بيقول لي كمان السي اتش 2 والسي اتش 3 بيبقى لها باترن واضح جدا عند ال 1400 وعند ال 1300، ويعني في الحدود دي بيكون لها باترن واضح جدا من البيلدنج، هنبقى نتكلم عليه في المحاضره الجايه باذن الله ونفسر لك الشيء. بيقول لي كمان التريبل بوند ان بتكون 2250، والتريبل بوند سي تريبل بوند سي بتكون 2100. بلاقي كمان هنا لو في سي تريبل بوند ان بس بتاعه الايزوسيانايد فبلاقيها في حدود ال 2100، اعلى من السي تريبل بوند سي واعلى من السي تريبل بوند ان. تمام؟ طيب تعال نشوف بقى المايسترو بالنسبة لنا هنا هو مين؟ هو الكربونيل. الكربونيل هنا عندي حاجة مهمة، بيقول لي الكربونيل الستاندر بتاعي هستخدمه مين؟ احنا قلنا هنستخدم الكيتون، الكربونيل بتاع الكيتون هي الستاندر عند 1715. فزي ما قلنا الأسيد كلورايد بيبقى 1800، هنا عندي بالنسبة لي 1735 للإستر، الدهايد 25، 715 يبقى الكيتون وده الستاندر، 1710 ده الأسيد، والأمايد بيكون أقل حاجة. وطبعا انا لازم ابقى فاهم ايه اللي بيأثر على الكربونيل. طب ما الكربونيل ايه الفرق هنا وهنا؟ بيقول لي ان هنا الكلورايد الكترون وذرون بيسحب الالكترونات من مجموعه الكربونيل، فبيأثر المسافه ما بين الكربون والاكسجين، فلما المسافه بتقصر الحاجه كل ما مسافتها بتقصر عزمها بيزيد قوتها بتزيد، فبالتالي بتحتاج تردد اعلى وطاقه اعلى. ولكن الامايد بتبقى ال NH2D بيبقى فيها لون بير فبتدي الكتروناتها بقوه للكربونيل، وده بيخلي
ان بتبقى في فتره من الفترات حوالي 30% من الوقت الامايد السي مع الان بتبقى دبل بوند، والسي مع الاو بتبقى سنجل بوند، فبتقضي السي دبل بوند بتقضي فتره طويله وهي شكل سنجل بوند، فبتضعفها جدا، ولذلك بتلاقيها واحده من اقل الامتصاصات اللي بتظهر هي امتصاص الامايد. زي ما قلنا ان الانهيدرايد ليه رقمين مميزين والاثنين مع بعض. حاجه تانية بقى لازم نركز عليها، الالدهايد، عشان ااكد على الاتش بتاع الالدهايد، الرقمين دول مع بعض 2850 2750، والانهيدرايد الرقمين دول مع بعض في نفس الشيء، مش رينج، يعني ده مش رينج، لا ده 1810 1760 بيبقوا خطين مع بعض. تمام. السي دبل بوند سي بتكون مهمه بالنسبه لي في المركبات الاوليفينيك او مركبات البنزين، وبكل امتصاص ما بين ال 1400 لل 1600، ولذلك لازم تبقى حريص قوي تتفسر في الحته دي، لان انت بتفسر في الفينجر برينت، بتفسر هنا في منطقه بصمه الصباع بتاعه المركب اللي تبقى يعني فيها تعقيد شويه. فدايما عشان اتاكد ان هو مركب اروماتيك ولا ايه، هاجي رايح الاول على السي اتش، هلاقي امتصاص مركبات الاروماتيك معظمها بيكون في حدود ال 3100 لحد ال 3000، ده اقل تقدير، يعني ما بين ال 3000 لل 3100 ده ياكد ان هو مركب اروماتيك. ببص كمان في منطقه ال 1400 1600 بلاقي حاجه برضو بتاكد لي الكلام ده. بيقول لي كمان السي او، السي او هنا سي سنجل بوند او، بتكون ظاهره بشكل واضح وقوي، الرابطه دي خلي بالك قطبيه جدا شبه السي دبل بوند او، ولكن هي عشان رابطه احاديه، دي تمتص 1700 دي تمتص 1100 او 1200، بيبقى لها منطقه مميزه جدا وامتصاص قوي، لان فرق السالبيه ما بينهم بيكون كبير، والرابطه دي بتكون مستقطبه للغايه. تمام. فهنا السي او بوند بتكون ظاهره بشكل قوي جدا في حدود ال 1100 ل 1200. طبعا السي او دي بتبقى في الايثر، بتبقى في الاسترات، بتبقى في اكتر من حاجه، بيبقى في الرابطه اللي هي السي او، فدي برضو بتاثر معايا. كمان الهيدروجين بوندنج بياثر على الاو اتش والان اتش بشكل قوي جدا، الهيدروجين بوندنج بيخلي دي بتبقى من 3600 توصل لحد ال 2500، بتاخد نطاق واسع جدا جدا. برضو نفس الفكره، وان كان يعني الموضوع اقل في الامين، برضو ده بيأثر عليهم الهيدروجين بوندنج. طيب اهو جايب لي هنا بيقول لي تأثير قوة الرابطة على الفريكونسي اللي بيحصل عنده الامتصاص، فبيقول لي هنا ان السي سنجل بوند سي بتمتص اقل من 900، لكن السي دبل بوند سي بتمتص من 1680 ل 1620، التريبل بوند يبقى هي نفس الكربون كربون بوند، ولكن لما بقى التريبل بوند بتمتص 2200 لحد 2100، ده برضو الامتصاص بتاعهم. طيب لو قلنا احنا عندي السي سنجل بوند او، يعني السي او بوند ممكن تبقى سنجل او دبل او تريبل، واحد هيقول لي ايه السي تريبل بوند او؟ ايوه هي الاكسجين ممكن تعمل تريبل بوند. بقول لك السي تريبل بوند او دي مركب مميز جدا، اللي هو الكربون مونوكسيد، اول اكسيد الكربون بيمتص عند 2100، ودي اقصى رابطه ممكنه تعملها الاكسجين مع الكربون. تمام. ودي بتمتص عند 2100 لانها عندها يعني شويه من التريبل بوند كاركتر. تمام. فالبوند اوردر هنا هتلاقيها مثلا في حدود 2.5، فالرابطه دي بتبقى يعني تحت التريبل بشويه، ويعني مثلا مش شبه السي تريبل بوند سي، مش رابطه تريبل بوند صريحه، ولكن الى حد ما اقوى من الدبل بوند العاديه اللي هي كانت بتمتد من 1600 1700. احنا هنقول ان السي دبل بوند او من 1810 لحد 1630 تقريبا، لكن لو كانت سنجل بوند او بتكون من 970 لحد 1300 عادي، ده سي سنجل بوند. نفس الكلام في السي ان، بنلاقي ان السي سنجل بوند ان غير الدبل غير التريبل، فبنلاقي مثلا السنجل 1200، الدبل بتكون 1640 ل 90، او اللي هو التريبل بوند 2200 ل 2220، ودي بتبقى واضحه جدا لان منطقه ال 2200 دي اهم ما يميزها التريبل بوند. اهي لو بصينا هنا المنطقه دي ما فيهاش ولا بيك تانية غير للتريبل بوند، فالمنطقه دي بتبقى واضحه جدا حتى لو كانت البيكات دي ضعيفه. بيقول لي خد بالك ان الكربونيل الامتصاص بتاعها بيتاثر جدا سواء بحجم الحلقه وبالكونجوجيشن، فبيقول لي لو الحلقه كبيره بيكون الكربونيل بوند مرتاحه فبتمتص في اطوال موجيه مثلا نقول 1702. طيب لما صغرت حجم الحلقه بقت 1714 تحتاج طاقه اعلى، لو صغرت بدا الاسترين يظهر وبدا الشد في الروابط يظهر، فبالتالي تحتاج 1747 اللي هو ده الاوكتين، بيكون اللي هو السايكلو اوكتين. تمام. او السايكلو اوكتينون، تمام، مش اوكتين طبعا، ده اللي هو السايكلو اوكتينون. طبعا ده يعني مركب يعتبر مش مستقر قوي، تمام، الروابط فيه بتكون 90، فده بيسبب شد قوي في الروابط، وده اللي بيخلي ان الاهتزاز بتاعه او الفايبريشن بتاعه بيكون عند ويف نمبر 1783. طيب ركز بقى معايا، لو عملت بس كونجيجيشن لدبل بوند واحده، هنا عملت دبل بوند واحده، بيقول لي الكونجيجيشن فبيخلي دي
لو كده لو دي كسر الكوانت الدبل بوند هنا ودي بتكسر ده اللي هو الريزونانس العادي، فبيخلي الرابطه اللي هي السي دبل بوند او دي بتقضي وقت من الاوقات على شكل سنجل بوند، وده بيؤدي الى انها تبقى اضعف، فبتبقى نزلت من 1702 بتلاقي انها بتمتص عند 1663، او هنا عندي اللي هو السايكلو هيكسانون، سايكلو هيكسانون بتلاقيه بيمتص هنا عند ال 1714، لكن لما حطيت له دبل بوند اللي هو سايكلو هيكسينون فبتلاقيه بيمتص من 714 يمتص عند 686. ده كله تأثير الكونجوجيشن. طبعا برضو في السايكلو بنتانون طبعا لحد السايكلو بنتينون فمن 1747 نزل 40 رقم فبيبقى 1707. تمام، دي فكرة اللي هو تأثير حجم الحلقة كده او تأثير الكونجوجيشن عمودي. ده كله بيقول لي ان هو كل ما الكونجوجيشن زاد بيخلي البوند تقضي وقت ما بين الدبل والسنجل، فده بيخليها تاخد سنجل بوند كاركتر وده بيضعفها ويقلل اللي هو الفورس كونستانت وبيخليها تمتص عند ويف نمبر اقل. تمام، المحاضرة الجاية بإذن الله تعالى هندرس مجموعة من المركبات العضوية وندرس كل مجموعة منهم سواء كانت الكان أو الكين أو أسيتيلين أو مركبات مثلا أروماتية كحولات أو غيره أو ألديهيدات، وهناخد شيتات وهنطبق الكلام اللي احنا خدناه نظري. الكلام النهاردة عارفه انه ممل، بس لما هتشوف الشيت النظري هتتفاجئ ان الكلام هيثبت معاك كويس بإذن الله. أتمنى من الله ان تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.